مرة تانية معاكم في الاستوديو، ونتكلم النهاردة ازاي نعمل طبق صحي متوازن نقدر نستفيد بيه ويحافظ برضو على صحتنا. بنرحب معاكم المهندسة دعاء سامير، المهندسة الزراعية. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. دايما نقول طبق صحي طبق صحي، يعني طبق صحي ازاي بقى؟ يتكون من ايه؟ الطبق الصحي سواء مثلا على الفطار او على الغداء، المفروض انه بيبقى يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم. حتى لو طب ما ممكن ما يكونش عندي في البيت، اعمل ايه؟ لا، ما احنا بنستخدم بقى الحاجات اللي موجودة في البيت. البدائل. احنا طول عمرنا كناس مثلا مثقفين او متعلمين عارفين ان المفروض ان انا محتاجة عناصر مثلا في الوجبة بتاعتي بروتين، نشويات، دهون، كلنا عارفين الكلام ده، السلطة. لكن في طريقة سهلة قوي ان احنا لو يعني ان احنا بنجيب الطبق بتاعنا، لو انا معايا طبق مثلا نتخيل مع بعض نقسمه 4 ارباع. في اللقاء اللي فات كنا اتكلمنا عن المجموعات الغذائية العشرة، وقلنا ان احنا لو طبقناها في حياتنا هتبقى اسهل بكتير من طريقة العناصر. احنا كلنا عارفين العناصر الغذائية بس مش عارفين نطبقها صح في حياتنا. لكن طريقة المجموعات دي طريقة جميلة قوي، ان احنا نقسم الطبق بتاعنا 4 ارباع، ربع يبقى النشويات، او النشويات. بطريقة المجموعات الغذائية هتبقى الحبوب والدرنات. اه حبوب ايا كانت بقى، مكرونة، رز، عيش، درنات مثلا بطاطس، بكمية محددة، مش ربع طبق الطبق. مكرونة يعني. ربع الطبق، اه ما احنا ربع عشان كده بنقول ونقسم على نقسم أربعة. الطبق 4، يبقى ربع الطبق ده اللي انا جسمي محتاجاه. الربع التاني اللي هو البروتين، ايا كان بقى، بروتين نباتي سواء بقوليات، بروتين حيواني ان كان بيض مثلا او ان كان لحوم او فراخ او اسماك. الربع التالت وهو بيبقى الربع الكبير شوية، اكبر ربع اللي هو فيهم، الخضروات. الخضروات. اي نوع من انواع الخضروات، الخضروات اللي موجودة في البيت كل الخضروات. واحد اه الربع الرابع اللي هو الفاكهة، مش لازم يبقى موجود معانا في الطبق بس ممكن يبقى على جنب. بس احنا بنقول ان احنا ما نهملش الفاكهة في يومنا. طب هما دايما كانوا يقول لك ايه الفاكهة، يعني مؤخرا يقول الفاكهة كان المفروض ناكلها قبل الغداء مش بعد، ما نحليش بيها يعني، ده صح ولا غلط؟ مش بعد الاكل مباشرة اه لانها بتخلي المعدة تتلخبط. المفروض المعدة دلوقتي خلاص اكلنا الغداء بتاعنا وعايزة تهضم الغداء، فانا لو اكلت بعدها مباشرة مثلا حتة موزة او حتة تفاحة، المعدة هتتلخبط وممكن اسبب لنفسي عسر هضم. فالافضل الفاكهة تتاكل بين الوجبات. انا افطرت مثلا فطار الساعة 7 الصبح اه وهتغدى مثلا الساعة 2، فبين الوجبات ممكن اكل حتة ثمرة خيارة، فاكهة زي ما ثمرة بيقولوا. فاكهة، وهكذا. تمام. وما ننساش جنب الطبق نشرب كوباية مية، مش بعد الاكل مباشرة ولا اثناء الاكل، يعني برضو بعد الاكل بنص ساعة مثلا ولا حاجة يعني أي حاجة نعملها يبقى بعد الأكل بنص ساعة. مثلا. احنا بقى ناكل ونقوم نعمل كوباية الشاي ونقدم للضيوف العصاير كده ورا بالظبط، بعضه. كل ده بيعمل عسر انا هضم. عمال كده يقولوا علينا بخلة. طيب ولا نفهمهم ان احنا ماشيين صحي؟ احنا كده ماشيين صحي. نهدم بس كده ونريح المعدة شوية، وبعد اه كده نشرب العصاير بتاعتنا براحتنا. وفي طبعا عادة سيئة جدا عند معظم البيوت اللي هي موضوع الشاي اللي بعد الأكل مباشرة، اه يقولك نهضم بقى بالشاي أو نحبس بالشاي. الشاي ده مشكلة، يعني أنا الحديد اللي أنا أكلته في الأكل بتاعي كله مش بيتدمر، هيمتص. اه فهنلاقي نفسنا يعني سببنا لنفسنا مرض الأنيميا. احنا ايه اللي بيخلينا ناخد مثلا الوجبات متنوعة؟ ان احنا نحمي نفسنا من أمراض سوء التغذية، لأن الأبحاث الأخيرة اللي اتعملت في مصر لقيت ان مصر من اكبر الدول اللي بتعاني من سوء العديد من امراض سوء التغذية. التغذيه. وامراض سوء التغذيه كتير، منها الانيميا، هشاشه العظام، قصر القامه عند الاطفال، ده على فكره ده سوء تغذيه مش وراثه، يعني برضو اثبتت الابحاث الاخيره ان قصر القامه ده من السوء تغذيه. بصي، هو عندنا الولاد مشكلتهم ان هم مش بياكلوا الخضروات، يعني هتلاقي ايه مثلا اللي ما بيحبش الكوسه، اللي ما بيحبش الباذنجان، اللي ما بيحبش السبانخ، مع ان احنا دايما نقول ان ربنا خلق لنا ليه نوع في فاكهه الشتاء والصيف، خضروات الصيف والشتاء، لان هو بيدينا الفاكهه اللي فيها مجموعه العناصر والفيتامينات اللي هتفيدني في فتره الصيف وهترطب على جسمي صح، وهتديني يعني الرطوبه اللازمه. في الشتاء بتديني الحاجات اللي فيها سعرات حراريه بتديني طاقه ودفى وغيره، وفي نفس بالضبط. الوقت فيها مجموعه معادن تانية، بقى هتلاقي اغلبيه الفيتامينات والمعادن موجوده في الفواكه.
في وفي الفواكه الخضروات والخضروات، صح وفي الحاجات الورقية. بالظبط. حتى يعني لما بنيجي نرجع للطب البديل يقول لك الأعشاب اللي كانوا بيستخدموها للمغص، الأعشاب للإمساك، الأعشاب للصداع، حاجات القولون، الحصوة، كل حاجة كانوا بيستخدموا فيها الأعشاب، ما كانش عندهم حاجة بالظبط طبية يعني. بالظبط احنا بقى كل ده ما بقاش، بقينا نستسهل ان احنا ايه، ناخد برشامة صداع، ناخد اي حاجة فيها فيتامينات شرب يعني. بالظبط والله. حتى مش الأطفال الصغيرين اللي بطلوا ياكلوا الخضروات والفاكهة، احنا حتى الكبار نسينا الخضار والفاكهة، بنجيبه ونركنه في التلاجة لحد ما يبوظ، ونلاقي نفسنا ايه اليوم كله بناكل يا إما معجنات يا إما نشويات يا إما نجيب أكل من بره، بنستسهل بنستسهل وبننسى الحاجات اللي عشان موجودة في الست مش عايزة التلاجة. تقف في المطبخ. بالظبط. وممكن تكون استسلمت لأن إن الطفل مثلا مش مش بيحب الحاجة بيحب، فخلاص بقى ما هو ما تعملهاش. بيحبهاش لأنه ما تعودش عليها بالظبط يعني. أنا مثلا الحاجات اللي أنا بحبها هيطلعوا الولاد يحبوها، والحاجات اللي أنا ما بعملهاش عمرهم ما هيطلعوا بيحبوها لأنه مش واخدين عليها. صح فهي الأم هي الأساس، هي اللي بتعود ولادها من صغرهم إن الحاجة دي تتاكل. وعلى فكرة إحنا أذواقنا بتتغير كل فترة يعني. انا مثلا بالظبط من 10 سنين في حاجات ما كنتش باكلها، الحاجات اللي كنت باكلها الاقي نفسي ما بقتش ممكن بعدت باكلها. عنها بالظبط يعني. واحنا صغيرين وامهاتنا كانوا يقولوا طب جربي كذا، طب دوقي كذا، واحنا نمنع تماما اللي بنعيب على اولادنا دلوقتي. اي بس بعد فتره بنلاقي نفسنا ان احنا بدانا ناكل الحاجات اللي احنا ما كناش بناكلها. بالظبط. بس بعد ايه بقى؟ هي الفكرة كلها ان احنا نغير من طريقة الاكل، لان احنا مع الوقت بنقل احنا الطريقة ولا طبيعيين الشكل ولا الاتنين؟ الاتنين. يعني مثلا في ناس كتيرة ما بتاكلش الكوسة، بس على فكرة الكوسة لو اتبشرت واتحطت مع اللحمة المفرومة واتحطت مثلا مع صينية المكرونة البشاميل ما بيبانش طعمها اصلا. طيب انا ولادي ما بياكلوش الكوسة، بقيت بجيب الكوسة وابشرها مع السلطة، رائعة، بيستفيدوا منها ممتازة وطعمها مش باين ان هو كوسة، ممتازة. لان ايوه ما انت هي ده احلى حاجة في الكوسة، صح ما بيبانش طعمها. خالص يعني ايوه انت بشرتي البتاع زي ما بتبشري الجزر في السلطة، خلاص ما بياكلوها. بالظبط بالظبط. ما احنا بنقول كده. في ناس مثلا ما بتحبش البتنجان، او في ناس ما بتحبش البيض، فممكن برضو بطريقة لذيذة كده نجيب مثلا البيض حتى لو حطيناه في حاجة تانية مش له فوائد؟ ليه طبعا فوائد. طبعا. احنا صينية المكرونة بالبشاميل دي يعني احنا بنحط فيها اللي هي اللحمة، اللي ممكن نحط فيها الفلفل والكوسة البروتين من والجزر. في ناس بتعمل كده، تبشر جزر وكوسة معاهم بالظبط. بتدي. وطبعا مع طعم البشاميل نفسه، وطعم البشاميل اصلا بيغلب على كل حاجة، وطعم اللحمة بتلاقيها غلبت على الخضار في كله. ناس تحب تحط الخضار في كل حاجة، لو عملتي رز بسمتي تحط فيه الجزر والبسلة، بالظبط لو احيانا الكفتة بيحطوا فيها بسلة بالظبط. بتتعمل فيها، بتحط فيها جزر، بتحط فيها بشر بطاطس، بتحط فيها حاجات كتير يعني. فانا كده استفدت بمجموعة من الخضروات والنشويات والبروتين، صح؟ بالظبط بالظبط. ما ده اللي بنتكلم عليه. طبعا ما ننساش المية برضو خلال يومنا، المية مهمة جدا عشان هي اللي هي بتشغل المية دي الخلايا، المأساة بقى، هي دي شايفة كل المشكلة. الأجيال دلوقتي وإحنا بقينا زيهم كده ما بنشربش ما مية. بنشربش مية. المفروض عموما خصوصا هنا في أسوان عشان طبيعة الجو الجافة، احنا محتاجين من 8 ل 12 كوباية في اليوم مية على الأقل. احنا ممكن ننزل برضو أبليكيشن مثلا يفكرني بالمية لو أنا بنسى كل ساعة مثلا كوباية مية. مش لازم نقول كل واحد مثلا ليه 2 لتر، احنا نسهلها على الناس اكتر ونقول من 8 ل 12 كوباية في اليوم. لا هو احنا ممكن نعمل بقى ازازة مية طول ما احنا قاعدين بنشرب منها، بالظبط فعلى مدار اليوم هتخلص الازازة، نعمل ازازة تانية ايوه فهتلاقي نفسك انت بالظبط. احنا شربتيها نخلي المية من غير قدامنا ما في كل تحسي. مكان. ايوه صح بالظبط. عشان ما نكسلش، وخصوصا ان احنا كمان داخلين على الشتاء، فالواحد في الشتاء بيكسل اكتر يشرب مية، ايوه وما بنشربش مية غير لما نعطش قوي. ايوه والجسم سبحان الله، على فكرة الجسم لما يوصل لدرجة العطش ده كده بيقول للبني آدم ده أبوس إيدك كفاية، أنا كفاية. محتاج مية، مش لازم تستنيني أوصل للمرحلة دي. هو بس المية فعلا مهمة للجسم في كل حاجة يعني، كل حاجة في النضارة وفي ال وان هي في كمان ان هو يخفف من امراض، هيجيله امساك، هيجيله جفاف، بالظبط. هيجيله حاجات ده كتيرة يعني. الجفاف كمان صعب، والهالات السوداء والشعر كل ده كل بيتظبط مع حاجة الشرب بتظبط مع المية، المية. المية والخضار والفاكهة. طيب لو احنا عندنا ولاد صغيرين وعايزين نعودهم على الاكل الصحي نعمل ايه؟ الأكل الصحي احنا يعني مثلا أهم حاجة مع الأطفال احنا بنهتم بوجبة الفطار، بنبقى مش عارفين نعمل ايه ليهم هما رايحين المدرسة، اي ف
فاحنا ممكن نعمل لهم نوتيلا صحية. النوتيلا الصحية دي بالتمر والكاكاو والفول السوداني والعسل الاسود، ما فيهاش ذرة سكر وما فيهاش اي دهون اللي هي صناعية ولا ازاي اي بقى؟ حاجة. بنجيب التمر لو هو ناشف بننقعه في شوية مية لحد يطرى. ما يطرى شوية. بنجيب كوباية تمر مع كوباية لبن نحطهم على النار لحد ايه، لحد ما يبقى زي العجينة بس كده، مش لبن كتير يعني. ما كوباية كوباية، ما هو كوباية فول سوداني، كوباية تمر، كوباية لبن على النار. بنحط كوباية اللبن وكوباية التمر لوحدهم يستووا لحد ما يبقى زي العجينة. الناحية التانية بنجيب كوباية فول سوداني نضربها كويس قوي في المطحنة لحد ما يطلع الزيت بتاعه، كأني عملت زبدة فول سوداني. ونحط معاه معلقتين مثلا كاكاو خام، نضربهم كويس مع بعض. بعد كده نقوم خلطين المعجون التمر اللي احنا عملناه مع الفول السوداني ونضربه كويس في الخلاط. والفول السوداني لو ادينا له كمان سن التحميصة طب مش بيبقى خطير. يعني التمر مش بيبقى فيه القشر بتاع التمر والبلحة بتطلع؟ هقولك في اماكن بتبيع العجوة، عجوة مهروسة عجوة طازة، مهروسة. فاحنا ممكن نستخدمها. لو انا ما استخدمتهاش يبقى اخد التمر اللي ممكن اقشر القشرة بتاعته بس بسهولة. بسهولة. يعني هو لما بيتنقع كده او كده بيطلع القشرة بتاعته بسهولة. ايوه صح. وندوق طعمها، حسينا ان هي لا محتاجة شوية سكر بنزود عسل اسود، مش سكر. معلقة عسل اسود، ومش بيبان، بتبقى طعمها جميلة. وبتتحشي مثلا سندوتشات للاطفال وهم رايحين المدرسة وضحكنا عليهم. فيها عسل اسود وفيها تمر، دول بيعالجوا الانيميا. وفيها لبن. وفيها لبن بتحمي الاطفال من وفول الكساح، سوداني. وبتحمينا احنا الكبار. وفيها فول سوداني، الفول السوداني ده بيحمينا من مرض الزهايمر. الفول السوداني ده فيه اوميجا 3 مضاد للاكسده. اللبن طبعا بيحمينا من هشاشه العظام وبيحمينا من حاجات كتيره. زي ما قلت لك التمر والعسل الاسود بيحمينا من مرض الانيميا. فدي وجبة جميلة للأطفال وللكبار بصراحة. طيب ونعمل لهم ايه تاني بقى؟ السندوتشات الصبح وهم رايحين المدرسة لازم ثمرة الفاكهة بصي هو يعني، يعني هو اصل لا في ناس في ممكن ناس يبقى ممكن ميزانية عليهم. مش لازم ثمرة الفاكهة. احنا النوتيلا دي عملناها ايه؟ عملناها بالتمر، والتمر احنا ده مش فاكهة. عارفة ده اعلان ولا ايه يا جماعة، خلاص تقولي اللي احنا عملناه وخلاص. ماشي. عملناها بالتمر والتمر ده فاكهة، فهو كده أخد نسبة فاكهة. طيب لو احنا ممكن نعمل حاجة تانية، نعمل مربى مانجا. المانجا متوفرة في أسوان، يعني ما شاء الله أسوان دي بلد المانجا. احنا ممكن في الموسم بتاع المانجا نجيب كوباية عصير مانجا بيوري، يعني بنجيب المانجا نضربها في الخلاط من غير بالظبط. مية، ماشي، نحطها على النار معاها كوباية سكر وترانشات موز ونخليها تستوي على النار لحد ما تدي قوام المانجا، قوام المربى، وندي عليها عصرة ليمونة وخلاص نطفي عليها. مربى ممتازة احنا كل والأطفال امهاتنا هيحبوها وجداتنا جدا. كانوا دايما يعملوا المربات بقى، التين والفراولة بس في ناس ما والمشمش. بتحبش التين. هي ميزة المانجا ان هي حاجة جديدة. ليه المشمش رائع؟ انا ما باكلش يعني مربة المانجا دي عندي عشق يعني، جربتي هي قبل كده مربى المانجا؟ والفراولة. مربى الفراولة انا بحبها، ده في مربة الجزر. ومربى الجزر جميلة. اي يعني في حاجات كتير بتعمل مربات وهي فاكهة طبيعية بنعملها. بالظبط، ما احنا بنقول يعني في افكار كتيرة وسهلة ومتوفرة. الجزر ده وارخص متوفر يا جماعة والله، وارخص. يعني حتى لو بالظبط الخضار اغلى بس هي ارخص بالنسبة لك انك تشتري برطمان مربى انت هتعمليه في البيت، وهتعملي بدل الواحد ممكن تعملي 3، فهتوفري كتير بالفاكهة اللي بالظبط. عندك، هتبقى وبنجيب حلوة. في وقت الموسم بتاعه، يعني احنا المانجا دي احنا نجيبها في الموسم بتاعها ونعمل بقى مربى، نعمل جميع المنتجات المانجا في الموسم بتاعها. نفس الموضوع في الموسم بتاع الطماطم، احنا نعمل الكاتشب ونعمل الصلصة ونحط عليها بقى التاتش بتاعنا، يعني نحط حتة بنجر عشان نزود القيمة الغذائية بتاعته. لو عملنا صلصة مثلا نحط بنجر وجزر نزود القيمة الغذائية اكتر. فكده نظبط المهم بقى ان احنا الدنيا. نحاول بقدر الامكان ان اولادنا نديهم القيمة الغذائية المفروض ان هم ياخدوها، بالظبط، عشان ما وبالمكونات نضطرش اللي ان احنا موجودة في نقع في البيت. مشاكل تانية فيها بقى انيميا او نقص بالظبط فيتامينات او اي حاجة. طب بالظبط. هو تعود الاكل اعتقد يعني، يعني فكرة ان انتي تعودي ولادك على الاكل ده هي، لكن قصة بيحبوا او ما بيحبوش
هي بتبقى أذواق، بس مع الوقت ممكن يحبوها مش كده؟ بالظبط. هي عموما الطفل لو اتعود على وجبة الإفطار هيلاقي نفسه تلقائيا طول اليوم بيجوع، المعدة لما تشتغل بتبدأ بقى ايه تجوع. لكن لما الطفل يفضل صايم مثلا، يعني واخد الليل كله نايم ويصحى مش عايز يفطر، وانا استسلمت ان انا ما افطرهوش استنى لحد ما يهدى شويه، هتلاقي معدته قفلت، تحسيها ايه عامله زي البالونه كده. ايوه لكن طول ما هو بياكل معدته تكبر معاه وتلاقيه ايه بيبدأ يجوع وهياكل. واعتقد ان الاكل الصحي هو الاكل اللي ما بيتخنش. بالظبط يعني احنا لما بناخد مثلا، بدل ما بعمل طبق مكرونه وفي لحمه في كفته في فراخ اي حاجه واهمل السلطه جنبه، فانا كده كترت من النشويات وقللت من البروتينات والخضروات، فانا كده هتخن. هعمل حاجات برضو السكريات الكتيرة زيادة عن اللزوم، والناس اللي بتاكل حلويات كتير، كل حاجة باعتدال. يعني بالظبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه ثلث الصلاة والسلام لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، صح. يعني حتى النفس سيب له مكان، لان انت لو مليت الدنيا عندك بالاكل والشرب بس مش هتعرف تتنفس. بالظبط. فالاعتدال ده بقى على كل حاجة في حياتنا يعني، بس هو يعني ابتدى بالاكل. احنا للأسف عندنا كمان اللي هي العادات الخاطئة، يعني حتى لما بنيجي ناكل، لو خصوصا لو معزومين عند حد يقولك ابدأ باللحمة، ابدأ بالبروتين، كل اللحمة خلص نايبك الأول. فنلاقي نفسنا عقبال ما خلصنا أصلا اللحمة، وطبعا ما شاء الله بناكل بقى حتت بنكون لحمة، أو شبعنا، بنكون شبعنا ولا كلنا خضار ولا كلنا في ناس رز. بتخليها في الاخر وفي ناس تاكلها في الاول وفي ناس تاكلها مع الاكل، يعني كل واحد حسب ذوقه. بالظبط بس هو الافضل ايه بقى؟ بالظبط. الافضل ان انا ابدا حتى بمعلقتين سلطه، وبعد كده ابدا اكل بقى شويه حته ما من عشان اللحمه كده بتاعتي. المطاعم بتنزل السلطات الاول. بالظبط، ما هو ده المفروض اللي يحصل برضو عندنا، ان احنا نبدا بالسلطات. اسمها المقبلات. ايوه بس احنا نروح بقى للبتنجانات ايوه والمخللات لا احنا بنعمل ايه بقى دعاء؟ اللي هو نقعد ايه، احنا نملى بطننا بالسلطة، احنا نستنى الاكل لما يجي. ايوه صح. ايوه بالظبط، انا هشبع، انا لو كلت السلطة هشبع. هشبع. ايوه صح. طب هو الفكرة ان احنا بنقول لو كلنا السلطة هنشبع، لكن لو احنا عملنا اكل غدا سلطة عشان اعمل دايت هحس نفسي ان انا مش عارفة اكلها اساسا. ايوه صح. ما اعرفش ليه احنا ممكن ناكلها في اوقات وفي اوقات ما حسب ال وعلى فكرة عشان الدايت هناكلها مثلا هنجبر نفسنا كام مرة كده، وبعد كده هنزهق ومش هنعمل الحركة دي تاني. فاحنا نعتدل، احنا نخليها اسلوب حياة. اربع السلطة. تربع نطبق، نجيب الطبق نقسمه اربع تربع، ربع نشويات وربع خضار ربع وربع البروتين بتاعي وربع الفاكهة. بس كده بس كده. تمام. دعاء، مهندسة دعاء سامي، شرفتيني بوجودك معايا، متشكرة شكرا جدا، ليكي. شكرا هحاول اطبق لحضرتك. الموضوع ده يمكن اخس. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة معاكم، بشكركم دايما لمتابعتكم، كان معاكم فدوى فاروق، والى اللقاء.